أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا مرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله لقائنا في حلقتنا مع برمجة ماكينات التفريز ذات التحكم العددي لنظام ال3 سنوات وال5 سنوات طلاب التعليم الفني الصناعي قسم تشغيل المعادن. أهلا بكم أبنائي الأعزاء، ونبدأ حلقتنا إن شاء الله. هنبدأ النهاردة نراجع على برمجة ماكينات التفريز، وهناخد بعض التمارين اللي هي عن طريقها أقدر إن أنا أبرمج مكنة تفريز ذات التحكم العددي. بداية في حلقتي هنشوف كده مقطع فيديو صغير على المنتج اللي احنا هنبدأ نبرمجه، وبعد المقطع هنبدأ نعرف إزاي ندخل إحداثيات المنتج بتاعنا للماكينة، وكمان بعد ما نعرف إزاي ندخل إحداثيات المنتج لماكينة التفريز هنعرف إزاي ندخل أكواد البرمجة علشان ماكينة التفريز بتاعتنا تقوم بإنتاج هذا المنتج وفقا للأبعاد الممثلة بالرسم التنفيذي. تمام يا حبايبي، يبقى نبدأ دلوقتي نشوف مقطع فيديو للمنتج المراد برمجته واللي احنا هنتعلم ازاي نبرمجه النهارده مع بعضينا كده على الشاشة بتاعتنا. الشاشة بتعرض لنا ده شكل المنتج في البرنامج بتاعنا. احنا عايزين نعرف المنتج ده هيتنفذ ازاي. الماكينة دلوقتي هتبين لنا هي بتنفذ المنتج ده ازاي. هو انا عايز اعمل كونتور دائري اهو، هتبدأ العدة تنزل بعمق القطع اللي هو زد وهو 3 ملي، وهتبدأ تلف الكونتور كونتور دائري دايرة مستديرة، وهتبدأ نرجع العدة مكانها، وهتبدأ تدخل تاني في السنتر بتاع الكونتور، وهتبدأ تعمل لنا شكل آخر داخل سنتر الكونتور. هو ده اللي انا عايز اتعلمه النهارده، اعمله ازاي وبرمج المكنه بتاعتي ازاي عشان تطلع لي منتج بهذا الشكل. يبقى المنتج اللي قدامي ده يا ولاد هو ده هدفي النهارده، اعرف ازاي ابرمج الشكل ده، وازاي ادخل ابعادي للمكنه، وازاي المكنه تاخد الاكواد والابعاد وتبدأ تحول لي الأكواد والأبعاد لعمليات تنفيذية تشغيلية داخل الماكينة يتم تنفيذها في قطعة الشغل. مع بعضينا بقى نبدأ نتعلم البرمجة ونبدأ نشوف إزاي هنبرمج المنتج بتاعنا وندخل أبعادنا للماكينة بتاعتنا. أول حاجة إحنا بنعرض الرسم التنفيذي بتاعنا، ده شكل المنتج اللي أنا عايز أنفذه اللي إحنا لسه شايفينه، وبديك الأبعاد بتاعته. يبقى أول حاجة أنا بتعرف على شكل المنتج وكذلك الأبعاد الخاصة بيه علشان أطلع إحداثيات كل نقطة للمكنة وأبدأ أدخل إحداثيات النقاط دي لماكينة التحكم العددي. مع بعضينا بقى على السلايد نشوف المنتج بتاعنا ونشوف الأبعاد بتاعة المنتج اللي مديهالي. هنا بيقول لي أنا مطلوب مني إن أنا أبرمج مسار العدة. يعني ايه يا اولاد مسار العده؟ هو عايزك تبرمج مسار العده، شكل حركه العده اللي هتمشي على الكونتور ده عشان تنفذه، علما بان عمق التفريز اللي انت هتنزله هو 3 ملي. يعني عمق التفريز اللي انا هنزله عشان افرز بيه هو 3 ملي. انا عايز اعرف اولا انا ماشي في اني مستوى حركه على المكنه من خلال الاسهم بتاعه الشكل البياني اللي قصادي. هلاقي نفسي انا ماشي في محورين فقط، وهو المحور اكس في الاتجاه الافقي والمحور واي في الاتجاه الراسي. يبقى انا من خلال الرسم عرفت حاجتين، عرفت ان هو عايزني اشكل جزء اسطواني، تمام، كونتور اسطواني او دائري، وبداخله هيبقى فيه شكل في السنتر بتاعه يبقى فيه شكل اخر. وعرفت كمان من خلال الرسم البياني بتاعي اللي مديهولي ان فيه ابعاد لكل نقطة لحركة مسار العدة اللي هي هتمشي. طيب انا هستفاد ايه من الرسم ده؟ هستفاد ان انا هدخل للمكنة الابعاد بتاعت الشغلة بتاعتي. هستفاد حاجة تانية، ان انا هقول للمكنة انا شغال في اني مستوى قطع،
انا عندي مساويات القطع يا اولاد 3، ممكن اقطع في مستوى اكس واي، ممكن اقطع في المستوى اكس زد، ممكن اقطع في المستوى واي زد. يبقى انا من خلال الرسمه عرفت ان المحاور اللي مرسوم عليها الرسمه ان انا هقطع في اني بلان، في اني مستوى، في المستوى اكس واي. في المستوى ايه يا اولاد؟ اكس واي. يبقى انا لما ببص للرسم اللي هو بعتهولي انا اقدر احلله، اعمل عمليه تحليل للرسمه. اول حاجه من خلال الرسمه عرفت ان انا هقطع شكل دائري. تاني حاجة أنا عرفت إن أنا هخرج بالعدة وهبدأ أجهز العدة عشان تقطع لي شكل آخر داخل السنتر بتاع الشغل. عرفت كمان من الرسمة اللي قدامي إن أنا شغال في المحور إكس واي، يعني أنا شغال في المستوى القطع إكس واي. تمام حبايبي؟ كمان عرفت أبعاد كل نقطة العدة هتمشيها على الشغلة من خلال الرسم الإيه؟ البياني. اول خطوة اللي احنا هنعملها دي دلوقتي يا اولاد في البرمجة، الخطوة اللي جاية دي اول خطوة في البرمجة. هبدأ اطلع ابعاد المنتج بتاعي لكل نقطة العدة هتمشي عليها. يبقى العدة هتيجي هتبدأ تدخل في نقطة معينة، هتسحب النقطة دي وتعمل لي مسار دائري، هتخرج وتروح مكانها، وبعد كده هتيجي هتدخل في السنتر وتبدأ تشكل الجزء اللي في السنتر وتطلع وتروح ايه مكانها مرة تانية. طب حركة العدة من هنا لهنا وبعد كده تمشي كده وبعد كده تطلع وترجع، كل دي ابعاد لنقاط معينة اسمها نقاط مسار العدة على الشغلة. اسمها ايه يا ولاد؟ نقاط مسار العدة على سطح الشغلة. لازم اعرفها ولازم اطلعها في جدول واديها للمكنة بتاعتي. تمام يا حبايبي؟ طيب احنا دلوقتي هنعرف ازاي ناخد احداثيات كل نقطة من على سطح الشغلة في الجدول بتاعنا. طيب مع بعضينا بقى على السلايد بتاعتنا نشوف الجدول بتاعنا يتكون من ايه وازاي ادخل احداثيات كل نقطة. الجدول بتاعنا بيتكون من حاجة اسمها البوينت، النقطة، والنقطة دي هتكون في محور اكس بكام وهتكون في محور واي بكام. هنبدأ نشوف كده النقاط بتاعتنا عبارة عن ايه. انا عندي اول نقطة اللي هي رقم 1 اللي هي العدة هتمشي فيها وتعمل لي المسار الدائري دوت وهترجع لنفس ايه يا ولاد؟ لنفس النقطة. يبقى انا عندي النقطة رقم 1 دي، ده احد مسارات العدة. اشوف النقطة رقم 1 دي عند المحور اكس بكام؟ لقيت عند المحور اكس ب40. طب وهي بعدها على المحور واي بكام؟ قال لي على المحور واي ب5. فانا جيت خدت بعد النقطة 1 عشان ادخلها للمكنة. دي اول نقطة القلم هيروح لها، دي اول نقطة القلم ايه هيروح لها. يبقى اول نقطة القلم يروح لها، هيروح لها في اكس بكام؟ هيروح لها في اكس ب40 وهيروح لها في واي بكام؟ ب5. حلوة قوي. طيب بعد كده النقطة رقم كام؟ 2، اللي هي مين؟ اللي هي السنتر بوينت، اللي هي نقطة المركز بتاعة الكونتور. طيب نقطة المركز دي اكس بتاعتها بكام وواي بتاعتها بكام؟ نيجي كده على المحور اكس ونشوف اكس عند 40 والواي بتاعتها بقت عند كام؟ عند 30. يبقى اروح في الجدول واكتب النقطة رقم 2 الاكس بتاعتها ب40 والواي بتاعتها ب30. طيب بعد ما هيتحرك ويجي ياخد النقطة رقم 2 هيروح من 2 على كام؟ على النقطة رقم 3. حلوة قوي. يبقى النقطة رقم 3 دي لازم اشوف بعدها في اكس. طب انا لقيت بعدها في اكس ما بين كام وما بين كام؟ ما بين العشرين والتلاتين، في النص بالظبط، يعني 25. يبقى هقول الاكس بتاعت النقطة رقم 3 25 والواي بتاعتها بكام؟ قال لي الواي ب30. طيب عايزين نروح للنقطة رقم 4، اخد النقطة رقم 4 واشوف الاكس بتاعتها ب40 الواي بتاعتها لقيتها ب45. نيجي للنقطة مين؟ من بعد 4 هيروح لإيه؟ للنقطة رقم 5. النقطة رقم 5 هتبقى عندي اكس بكام؟ قال لي عندي اكس هتبقى ب40 وواي ب15. طب وبعد كده هيطلع الدوران ده وهيجي عند النقطة رقم كام؟
النقطة رقم 6، وهيبقى اكس ب55 وهتبقى واي ب30. وبعد النقطة رقم 5 المفروض ان هو يقفل الجدول بالنقطة رقم كام؟ النقطة رقم 1 عشان يقفل الشكل بتاعنا، وهيبقى في الحالة دي هيرجع لأول نقطة اللي هي اكس فيها ب40 وواي فيها ب5. تاني يا شباب، الكلام دوت أساس البرمجة، الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي حبايبي ده أساس البرمجة. لو أنا دخلت الأبعاد دي غلط أنا مش هيطلع لي الشكل صح، تمام يا حبايبي؟ يبقى أنا لازم أبص على الرسمة كويس جدا وأشوف كل نقطة العدة هتتنقل فيها بعدها على المحور إكس بكام بالظبط وعلى المحور واي بكام بالظبط، وأحط البعدين دولت في التابل اللي احنا شفناه. يبقى انا باخد الجدول وبقول البوينت واحط المحور اكس والمحور واي وامشي على مسار نقطة نقطة على الرسمة وابدأ اجيب ابعاد مسار العدة لكل نقطة واسجلها في الجدول، واخر نقطة لازم تكون متماثلة مع اول نقطة علشان تقفل الشكل بتاعي وتبدأ العدة بعد كده تخرج لايه؟ لوضعها الاساسي مرة اخرى، تمام يا حبايبي؟ طب احنا دلوقتي اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ازاي اقرا الرسمه واطلع ابعاد مسار العده على الشكل بتاع الرسم بتاعي. اقرا الرسمه بتاعتي واطلع مسار العده، ابعاد مسار العده على الشكل او الرسمه ايه؟ بتاعتي. حلو قوي. طب انا كتبت الابعاد بتاعتي، هعمل ايه بالابعاد ديت؟ الابعاد دي هتحتاج مني اكواد الحركه اللي بناء عليها هتتحرك العدة وتبدأ تنفذ للإيه الشغل. يبقى أنا دلوقتي محتاج أكتب البرنامج، محتاج بالأبعاد دي أبدأ أكتب البرنامج لمين؟ للمكنة. مع بعضينا بقى نشوف كتابة البرنامج هتبقى إزاي. مع بعضينا على السلايد بتاعتنا، إحنا دلوقتي هنبدأ نعمل برمجة الكونتور الخارجي بلغة الجي ام كود. لمين؟ للجزء الخارجي. يبقى انا دلوقتي يا ولاد هعمل برمجة الجزء الخارجي للكونتور، تمام؟ بلغة ايه؟ قال لي بلغة الجي ام كود. هو في لغات تانية يا ميس؟ يا ولاد احنا كنا درسنا في الحلقات السابقة قلنا ان انا عندي ثلاث لغات للبرمجة، عندي لغة الجي ام كود اللي احنا هنبرمج بيها دلوقتي، وعندي لغة تانية احنا قلنا عليها ايه؟ الكونفرزيشن بروجرام، وعندي لغة الكاد وهي لغة الرسم. يبقى انا عندي لغة المحادثة اللي هي الكونفرزيشن بروجرام، وعندي لغة الكاد اللي هي لغة الرسم، وعندي لغة الجي ام كود. احنا دلوقتي هنشتغل بأني لغة؟ لغة الجي ام كود. هنبدأ نبرمج ايه؟ هنبدأ نبرمج الجزء الخارجي للكونتور. مع بعضينا بقى نشوف نظام البرمجة بتاعنا هيتبرمج ازاي. مع بعضينا كده على الشاشة، اول حاجة لازم اعرف سطر البرنامج اللي انا هكتبه بيتكون من ايه. اول حاجة رقم سطر البرنامج، الجي ام كود اللي هي امر الحركة الاساسي اللي انا هشتغل بيه، الام كود اللي هو امر الحركة المساعد اللي انا هشتغل عليه. طب ايه كمان؟ الاكس والواي والزد احداثيات الازاحة اللي هي الابعاد اللي هتمشي بيها الشغل، اللي هيمشي بيها العدة على مسار الشغلة. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اعرف لما اجي اكتب برنامج انا هكتب سطر البرنامج في الاول، وسطر البرنامج ده بيتكون من ايه؟ بيقول لي اي سطر للبرنامج هيتكون من رقم سطر البرنامج، من الجي كود اللي هو امر الحركة الاساسي اللي انت هتديه للعدة عشان تشتغل، وكمان في امر تاني اسمه امر الحركة المساعدة. زي ايه امر الحركة المساعدة؟ انت ممكن وانت شغال بتشغل سائل تبريد. ليه بشغل سائل تبريد يا حبايبي؟ عشان العدة بتاعتي ما تبلطش، عشان العدة بتاعتي ما تتكلش، علشان احافظ على العمر الافتراضي للعدة بتاعتي اكبر فترة زمنية ايه؟ ممكنة، تمام يا حبايبي؟ حلوة قوي. طيب انت دلوقتي قلت لي ان انت السطر بتاع البرنامج هيتكون من رقم السطر، من كود الحركة الاساسي، من كود الحركة المساعد، ايه كمان؟ احداثيات الازاحة اللي هي ابعاد المنتج بتاعي. انا همشي في اكس بكام؟ همشي في واي بكام؟ هنزل زد بكام؟ يبقى انا محتاج
ابعاد كل نقطة لمسار مين؟ العدة اللي احنا اتكلمنا فيها هنستخدمها دلوقتي فين؟ في البرنامج بتاعنا. حلو قوي. طب وبعد كده قال لي كمان انا بحتاج منك شروط القطع. هو انت هتقطع الشغلة دي بتغذية قد ايه؟ بسرعة قطع قد ايه؟ هتستخدم اي نوع من العدد اللي قصادك؟ ما انت عندك اقلام كتيرة قوي، عندك اندميل كتير، وعندك انواع كتيرة جدا الاندميلات، وعندك بنات تشغيل. طب انت هتستخدم اي نوع عده من العدد اللي قصادك دي تقطع بيها؟ يبقى انا لازم اقول للمكنه بتاعتي رقم العده اللي انا هشتغل بيها. يبقى اذا البرنامج بتاعنا بيكون بيحتوي على معلومات كثيره جدا المكنه بتحتاجها علشان تجري عمليه التنفيذ للبرمجه. ومن اهم هذه المعلومات زي ما قلنا رقم سطر البرنامج، الامر الاساسي للشغل اللي انا هشتغل بيه، امر الكود المساعد للحركه بتاعه العده بتاعتي، نوع العده بتاعتي دوت ايه ورقمها ايه، التغذيه اللي انا هشتغل بيها قد ايه، السرعه اللي انا هشتغل بيها قد ايه، احداثيات الازاحه وهي ابعاد المنتج اللي انا هنفذه ده ايه. تمام يا حبايبي؟ حلو قوي. انا كده عرفت سطر البرنامج بتاعي طالب مني ايه. نبدا بقى بالمعلومات الجميله دي نطبقها على المنتج بتاعنا ونبدا نعمل برنامج. تمام مع بعضينا بقى على الشاشه. احنا نبدا باول خطوه في البرنامج وهو بيقول لي الجي 00 الجي 90 جي 21 ده معناهم ايه يا ولاد؟ معناها ان انا بقول للمكنة انا هستخدم نظام القياس المطلق. يعني ايه يا ميس بقى؟ نظام القياس المطلق يعني حبايبي انا جبت كل الابعاد بتاعتي بتاعت الشغلة منسوبة لنقطة صفر الشغلة، منسوبة لنقطة صفر الشغلة، بدليل لما جينا نقول الابعاد كنت بقول لك اكس من اول الصفر لحد النقطة دي 50، اكس من اول الصفر لحد النقطة دي 70، واي من اول الصفر لحد فوق 10، طب واي التانية من اول الصفر لحد فوق 20. مع ان طالما ان انا بدأ ابعادي كلها منسوبة لنقطة صفر الشغلة يبقى في الحالة ديت انا ماشي بالنظام المطلق. طب المكنة تعرف الكلام ده؟ مش هتعرفه الا لو انت اديتها كود. طب ادي المكنة كود ايه عشان تعرف ان انا شغال بالنظام المطلق؟ اديها جي 90. طب انا كاتب جنبيه جي 21، معناه ايه ده يا ميس؟ معناه يا حبايبي ان انا شغال بنظام الابعاد بالمليمتر، يعني نظام القياس نظام مطلق وهحسب الابعاد بالمليمتر ولا بالسنتي ولا بالمتر، انا هحسب ابعادي بايه؟ بالمليمتر. يبقى انا دلوقتي لما ادخل نظام الابعاد بتاع الجي 21 عم دخل نظام الاحداثيات الايه المتري اللي هو جي 21، يعني اما احسب ابعادي بالملي ايه بالمليمتر. طب انا لو دخلتها ب 20 يبقى انا بحسب ابعادي بالبوصه، والنظام ده نظام فرنسي احنا في مصر ما بنستخدمهوش في قياس الابعاد كتير. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي اكتب جي 90 انا مدخل ابعادك بالنظام المطلق، جي 21 انا هدخل الابعاد دي بالمليمتر. تمام؟ نبص بقى مع بعضينا كده على السلايد. يبقى السلايد بتاعتنا اول حاجه جي 90 جي 21 ان 1 يعني السطر رقم 1 انا هدخل ابعادي بالنظام المطلق، هدخل الابعاد بتاعتي بالمليمتر. طيب حلو قوي. الخطوه اللي بعديها قال لي انا هشتغل بالعدة رقم 1 M06. مين اللي هيقول لي المكنة ان انا شغال بالعدة رقم 1؟ الامر M0 كام؟ 6. ليه الامر M06؟ لان ده كود تغيير العدة، كود تغيير العدة، بغير العدة بالامر M06. طب لما اغير العدة اللي فاتت اللي انا كنت شغال فيها في الاول وهجيب عدة ابدأ اشتغل بيها دلوقتي، يبقى الامر اللي بيغير لي برج العده ويجيب لي العده الثانيه هو الام 06. طب العده اللي انا عايز اطلبها استدعيها اشتغل بيها، العده دي رقمها كام في البرج؟
رقمها واحد، فأقول تي يعني طول، لا طول يعني عدة، زيرو واحد يعني أنا هجيب العدة رقم واحد. تمام يا حبايبي؟ يبقى أنا دلوقتي قلت إن أنا هشتغل هغير العدة وأجيب العدة رقم إيه؟ رقم واحد. طب الخطوة اللي بعد كده يا ولاد هبدأ أعمل بقى أمشي العدة اللي أنا جبتها ديت على الشغلة بتاعتي. هبدأ أمشي العدة اللي أنا جبتها على الشغلة إيه؟ بتاعتي. العدة دي هتمشي بإيه؟ العدة دي عايزة تعمل الشغلة دي، العدة دي عايزة تنفذ الشغلة دي، فهتجيلي لحد ما تمس مكان الإيه؟ مكان الشغل، جاية هنا في الفراغ بره، فهمشيها بالأمر جي زيرو زيرو لحد ما تيجي على أول الشغلة، يبقى هقول جي زيرو زيرو لحد ما اديها أول بداية الإيه؟ الشغلة. طب أول بداية الشغلة هو أول بداية الدايرة اللي أنا هعمل إيه؟ هعملها. طب النقطة دي اسمها نقطة رقم كام؟ كانت رقم واحد، أبعادها كانت كام؟ في إكس بـ40 وفي واي بـ5، يبقى نقول جي زيرو زيرو، روحي بالأمر جي زيرو زيرو لحد ما تروحي للنقطة اللي إكس فيها بكام؟ بـ40، وواي فيها بكام؟ بـ5، وابدأي من النقطة ديت اديها جي زيرو واحد، تبدأ تنزل بعمق القطع 3، تبدأ تنزل بعمق القطع ايه؟ 3، وبعد كده اديها جي زيرو 2 او جي زيرو 3 واخليها تعمل الايه؟ الدوران. يبقى انا دلوقتي هجيبها من مكانها تمس الشغلة بجي زيرو زيرو، هخليها تقف هنا وتبدأ تدخل بزد، وبعد ما تدخل زد تلف الايه؟ الدوران. تعال نشوف الثلاث خطوات دي على السلايد بتاعتنا. يبقى اول نقطة عشان اوديها للنقطة واحد، الخطوة دي يا ولاد علشان اوديها للنقطة رقم واحد، يعني الخطوة دي كده اللي هي جي زيرو زيرو اكس بزيرو واي بزيرو زد بزيرو، معناها كده ان انا جبتها فين؟ انا جبت العدة بتاعتي من مكانها لنقطة الصفر هنا. طيب وبعد ما اجيبها لنقطة الصفر هنا هقول لها ابدأ العدة دي تلف، هتلف بكام؟ بسرعة 2000. طب وبعد ما تلف بسرعة 2000 هتبدأ تروح لإكس بـ40 واي بـ5 زد بزيرو، يعني هتروح أول حاجة جبتها لنقطة الزيرو ديت، يبقى أول حاجة جبتها لنقطة مين؟ الزيرو بتاعتنا ديت، قلت لها جي زيرو زيرو، دي هتجيلي من نقطة صفر المكنة من بعيد لحد نقطة صفر الشغلة، يبقى هجيبها بجي زيرو زيرو اكس بزيرو واي بزيرو زد بزيرو. طيب هجيبها بعد كده من هنا لحد النقطة رقم واحد، هنا هوت هي جاية في الفراغ ولا جاية في المعدن؟ جاية في الفراغ، طالما جاية في الفراغ هنا يبقى هتاخد الأمر جي ايه؟ جي زيرو زيرو، هتروح لحد النقطة اكس بكام؟ اكس بـ40 واي بـ5، حلوة قوي. طب اجي هنا بقى ابدأ اديها ايه؟ اديها امر الروتيت، تبدأ تدور العدة. طب عشان اديها امر الروتيت اديها ايه بقى الامر ده؟ قال لي ام 03 اس بكام؟ بـ2000، اس بايه؟ بـ2000، حلو قوي. طب وبعد كده بقى يا ولاد ابدا اديها الامر بتاع انغراز العده في داخل الشغله، العده تنغرز داخل الشغله، هتنغرز بعمق قطع كام؟ هتنغرز بعمق قطع 3 مللي، يبقى اقول لها جي 01 زد بسالب 3 مع فيد بكام؟ ب200. ايه الكلام الكبير اللي بيتقال لنا ده؟ احنا عايزين نعرف واحده واحده كده احنا عملنا ايه في النقطه دي. انا عشان اوصل النقطه، عشان اوصل العده بتاعتي لنقطه بدايه القطع انا بعمل لها تجهيزه كده. ايه التجهيزه دي يا حبايبي؟ بسيطه قوي قوي. انا بروح انادي العده من مكانها اللي هي مكان برج العده في المكنه، اسمها نقطه صفر الايه؟ الماكينه. خلاص لازم احول من نقطه صفر الماكينه لنقطه صفر الشغله الاول، يعني اجيب العده من نقطه صفر المكنه اللي هي بعيد دي لنقطه صفر الايه؟ الشغله. حلوه. عشان تجيلي كده اديها الامر اسمه جي زيرو زيرو. طب وهي جايه ماشيه في انهي محور؟ ماشيه في المحور اكس وماشيه في المحور واي، فانا بقول لها امشي بجي زيرو زيرو لحد نقطه صفر الايه؟ الشغله. طب نقطه صفر الشغله دي ابعاد اكس فيها بكام؟ انا بقول لك نقطه صفر الشغله، نقطه صفر الشغله معناها ان اكس فيها بزيرو
واي فيها بزيرو وزد فيها بايه؟ بزيرو. حلو قوي الكلام ده، جميل. يبقى انا هجيبها بجي زيرو زيرو لحد نقطة صفر الشغلة اللي هي اكس فيها بزيرو واي فيها ايه؟ بزيرو. حلو قوي. طب بعد ما جبتها لنقطة صفر الشغلة بنقلها من نقطة صفر الشغلة لمكان بداية القطر، لمكان بداية الايه؟ القطر. انا هقطع فين؟ هقطع على عند اكس ب40 وعند واي بايه؟ ب5. يبقى انا جبتها بعد كده بجي زيرو زيرو تاني لحد اكس 40 واي بايه؟ واي ب5. العده وهي واقفه ما بتدورش، طالما ما بتدورش مش هتقطع، يبقى لازم اديها امر الايه؟ الدوران. طيب اديها امر الدوران ده، الكود اللي يخلي لي العده تلف ايه هو؟ قال لي الام 03. طب ليه يا ميس حضرتك قبل كده قلت لنا ان الكود اللي يلف العده ممكن يبقى ام 03 وممكن يبقى ام 04؟ ليه بقى احنا دلوقتي اخترنا ام 03 بس؟ لان انا محتاج ادور العده مع اتجاه عقارب الساعه يا ولاد. انا في التفريز دايما الاندميل بتاعي بيلف مع اتجاه عقارب الايه؟ الساعه. يبقى لما اجيب الكود اللي هيدور لي العده لازم اعرف انا هدور العده دي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه. لو انا هدور العده بتاعتي ديت مع اتجاه عقارب الساعه هدي ام 03، لو انا هدور العده بتاعتي عكس اتجاه عقارب الساعه هدي ام 04. تمام يا حبايبي؟ طيب انا دلوقتي شغال باندميل، يبقى هدورها في اي اتجاه؟ برافو عليك، ويبقى ام 03. اوكي ليه؟ لان انا هدورها مع اتجاه عقارب الايه؟ الساعه. يبقى انا هقول ام 03 انت هتدوريها كام لفه في الدقيقه؟ عايزاها تدور بسرعه كام؟ يبقى انا هقول له اس 2000، انا عايزاها تلف 2000 لفه في الايه؟ في الدقيقه. يبقى انا بعد ما اقول ام 03 ادي السرعه اللي انا عايزاها تلف بيها، يبقى هقول ام 03 دوري لي العده مع اتجاه عقارب الساعه. بيقول لي طب ام 03 دورت لك العده، انت عايزه العده دي تلف كام لفه في الدقيقه؟ عايزه سرعتها عاليه ولا عايزه سرعتها متوسطه ولا عايزه سرعتها منخفضه؟ لا، انا عايزه سرعتها تناسب نوع المعدن اللي انا شغاله بيه. يبقى معنى كده انا لما اقول اس ب2000 يبقى عدد اللفات اللي انا حطاه ده يناسب نوع المعدن اللي انا هبدا اقطع فيه. يبقى انا بقول دلوقتي ام 03، ركز، كلها فنيات هندسيه لازم نكون واخدين بالنا منها واحنا شطار بالنسبه لمواصفات المعدن. انا عندي المعدن بتاعي الومنيا، ما ينفعش اقطعه بنفس السرعه اللي هقطع بيها صلب، ما ينفعش اقطع الصلب بنفس السرعه اللي هقطع بيها النحاس، صح ولا غلط حبايبي؟ يبقى انا لما اجي اختار سرعه معينه ابقى شاطر وفاهم انا بقطع معدن شكله ايه ونوعه ايه، وبناء عليه احسب السرعه بتاعته وابدا اقول المعدن ده هيحتاج السرعه دي، ومن خلال الحسابات بتاعتي ديت اقدر ادخل للمكنه السرعه المناسبه للمعدن المراد ايه؟ قطعه يا حبايبي. تمام؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي اقطع وابدا اشغل العده بتاعتي هقول ام 03 العده تلف مع اتجاه عقارب الساعه، تلف بسرعه كام؟ قلت له اس 2000، انا ال 2000 هيناسب نوع المعدن اللي انا شغال ايه عليه. طب هو لف كده يبدا بعد ما يلف ابدا اخليه بقى ينزل في الشغله ويبدا يشتغل الايه؟ الكونتور بتاعي. يبقى انا في المرحله دي اسمها المرحله التحضيريه، قلت للمكنه ايه فيها؟ قلت لها انا هشتغل بالنظام المطلق، عرفتها ان انا هشتغل بالمليمتر، عرفتها ان انا هشتغل بالعده رقم 1، كمان قلت لها ان العده دي هتلف مع اتجاه عقارب الساعه، كمان قلت لها ان العده دي هتلف 2000 لفه في الايه؟ في الدقيقه. كل الكلام الجميل ده احنا حطيناه في مقدمة البرنامج علشان دي مرحلة اعداد البرمجة. تمام حبايبي؟ نخش بقى ونشوف مرحلة تنفيذ البرنامج نفسه، ده اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه مع بعضينا بقى على الشاشة.
احنا هنبدأ ننفذ البرنامج. البرنامج بتاعنا هيمشي مع اتجاه عقارب الساعة دوران. طالما دوران يا ولاد، هطلع من الكود G01 وG00 واتنقل لكود اسمه G03. طب ليه انا قلت G03؟ لان ده دوران همشيه عكس اتجاه عقارب الساعة. بص يا ولاد، انا همشي، لو مشيت، لو انا بدأت من هنا كده، انا همشي كده خلاص. طب انا ماشيه كده زي ما السهم قدامك، انا ماشيه مع عقارب الساعه كده، انا ماشيه مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ انا كده ماشيه عكس ايه؟ عكس عقارب الساعه. طالما ماشيه عكس عقارب الساعه، يبقى اختار جي 03. لو انا كنت ماشيه، لو انا حبيت ان انا كنت اعمل الدوران ده مع اتجاه عقارب الساعة كده، كنت هحط حاجة اسمها G02 بدل G03. يبقى انا دلوقتي طالما ان انا اخترت المسار بتاعي عكس اتجاه عقارب الساعة، في فرق كبير جدا ما بين مسار العدة في الشغل ومسار الدوران اللي هقطعه، ومسار دوران الايه العدة. العدة وهي بتلف بره، ده اسمه ام، اسمه ايه؟ ام. العدة وهي بتلف بره اسمه ايه؟ امر مساعد ام. انما العدة بتلف جوه الشغلة وجوه الخامة، ده اسمه جيه، ما اسموش ام. انا دلوقتي بعمل حركة دوران العدة جوه الشغلة عكس اتجاه عقارب الساعة، يبقى G03. G03 بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني الاكس والواي بتوع نقطة نهاية الدوران. ما هي نقطة بداية الدوران هي نقطة نهاية الدوران، يبقى نقطة نهاية الدوران ابعادها كام؟ اكس ب40، واي ب5. طيب والار بقى؟ الار دي يا ولاد هي نصف قطر الدوران. انت عايز تعمل دايرة نص قطرها كام؟ نص قطرها 20؟ اوكي، يبقى نكتب ار ب20. نص قطرها 25، يبقى اوكي نكتب ار بكام؟ ب25. طب انا عايز اعمل هنا الدايره دي قطرها كله كام؟ 50، يبقى نص القطر كام؟ 25. يبقى لما اجي اقول G03 دي بتقطع، بتحتاج مني للقطع كام بارامترز، كام معلومه عشان تقطع بيها؟ قال لي G03 بتحتاج مني الاكس والواي، بتحتاج مني مين؟ الاكس والواي والار، بتحتاج مني الاكس والواي وكمان الايه؟ الار. طب مين الاكس والواي؟ نقطة نهاية الدوران اللي انا هعمله. نقطة نهاية الدوران، الدوران ده هينتهي عند اكس بكام؟ عند واي بكام؟ والار بتاعته كام؟ تعالى على الرسمة كده نشوف الدوران بتاعنا ده هينتهي عند اكس بكام. لقيته هينتهي عند اكس ب40 وعند واي بكام؟ ب5. طب والار بتاعته نصف قطره كام؟ قال لي نصف قطره 25، لان دي دايرة 50 مليمتر. طيب حلو قوي، انا كده عملت الدوران. محتاج حاجة من العدة؟ مش محتاج حاجة من العدة، ابدأ ارفعها. طالما هرفعها هتجيني برايش ولا بدون رايش؟ بدون رايش، لان انا مش هقطع، انا هرفع العده من الشغله، يبقى دي بدون رايش. طالما بدون رايش اغير الكود من G03 الى G00. ليه؟ لان ده حركه العده بدون قطع، ده الكود بتاع حركه العده بدون قطع اسمه G00. طب حضرتك يا ميس عايزه ترفعيها عند زد بكام؟ ارفعها عند زد باي قيمه موجبه، ولتكن 5 او 10 او 15. ليه؟ لان طالما اديت البعد موجب، هو هيعدي الصفر بتاع الشغله وهيطلع بعد صفر الايه؟ الشغله بتاعي في الموجب. تمام يا حبايبي؟ وبعد كده بتبدا تخرجها بقى بره خالص عند النقطه اللي احنا بدانا منها الشغل، وهي اكس بزيرو، واي بزيرو، وزد بايه؟ بزيرو. يبقى انا دلوقتي عملت ايه عشان اعمل الدوران الجميل ده؟ اول حاجه انا جبت العده بجي 00 لاول نقطه هقطع فيها. اول نقطه هقطع فيها اكس بكام؟ اكس ب40، واي بكام؟ واي ب5. حلوه قوي، جبتها هنا، اديتها امر روتيت ام 03، هتلف كام لفه؟ اس 2000.
طيب هتلف في اي اتجاه بقى؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. هبدأ ادخل فيها بايه؟ بزد عشان تغرس جوه الايه الشغله. طب لما تدخل جوه الشغله هديها الكود اسمه ايه؟ G01. طب اديتها G01 هتبدأ ايه؟ تدخل بزد سالب 3، لان هو قال لي عمق التفريز 3، يبقى تدخل بزد سالب 3 جوه الايه؟ جوه نقطه البدايه. دخلتها وغرستها جوه الشغله بزد سالب 3، وبعد ما دخلتها جوه الشغله بزد سالب 3 قلت لها لفي عكس اتجاه عقارب الساعه عشان تعملي لي الدوران. حلوة قوي. طب انا بقى عشان الف عكس اتجاه عقارب الساعه عشان اعمل الدوران الكود بتاعي هيبقى كام؟ G03. طب وجي 03 ده محتاج مني ابعاد ايه؟ محتاج مني البعد بتاع الدوران في اكس، محتاج مني البعد بتاع الدوران في واي، وكذلك محتاج مني نصف قطر الدوران ده قد ايه. تمام يا حبايبي. طيب انا هلفها لحد ما تجي لي نقطة بداية الدوران، هي نقطة نهاية الدوران. يبقى نقطة نهاية الدوران هنا بكام؟ اكس ب40، لانها نفس نقطة بداية الدوران لانها دائرة كاملة، فنقطة البداية هي نفس نقطة النهاية. فانا كنت بقول ان بدايتي من عند اكس ب40 وواي ب5، اذا لما اجي ادي نقطة نهاية الدوران بتاعتي هتبقى عند نفس النقطة اكس ب40 واي بكام؟ ب5. حلوة قوي. طب ويا ميس حضرتك قلت لنا G03 هو ما كانش ينفع ان احنا نعمله مع اتجاه عقارب الساعة؟ نفس البارامترز اللي انا استخدمتها، لو عايز تعملها مع اتجاه عقارب الساعة هتغير G03 وتخليها G02 عشان ده الكود اللي بيخليه للدوران يبقى مع اتجاه عقارب الساعة وبيحتاج لنفس البارامترز وهي الاكس والواي والار لنقطة نهاية الدوران بتاعتنا. تمام يا حبايبي. طب بعد ما خلصت الدوران ايه اللي هيحصل؟ هرفع العدة. طالما العدة هتطلع من الشغلة هتطلع بدون قطع، اغير الكود G03 الى الكود G00. طيب ارفعها فين؟ طالما انا جيت هنا دي وش الشغلة ارفعها فوقيها في اي بعد موجب. انا كده رفعت العدة عن الشغل في اي بعد موجب من بعد الزيرو، موجب 1، موجب 2، 3، لحد 10، 15، انت كده رافع العدة بتاعتك فوق سطح الايه؟ الشغلة. اهم حاجة تدي للزد اشارة موجبة مش سالبة. الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم جدا جدا عشان البرمجة بتاعتك تبقى صح. تمام يا حبايبي. طيب احنا بعد كده بقى، بعد ما عملت كده انا عايزة اودي العدة مكانها، يبقى اقول لها G00 روح الاكس بزيرو والواي بزيرو، وبعد كده ابدأ استدعيها تاني تدخل لي نص العدة، نص الشغلة في السنتر بتاع الشغل عشان تبدأ تشكل لي سطح الايه؟ الداخل. مع بعضينا بقى نشوف ازاي نعمل الكونتور الداخلي. تمام يا حبايبي. مع بعضينا كده على الشاشة. بيقول لي ان هو تابع برمجة الكونتور الداخلي بلغة الايه؟ GM كود. انا عايز ابدأ اعمل بقى الشكل الايه؟ الداخلي. قال لي اول حاجة هنجيب العدة لجي 00، من جي 00 اكس بزيرو واي بزيرو زد بزيرو اللي انا وديتها لها، وابدا اوديها عند اول نقطه هتقطع فيها. طب النقطه دي ابعادها بكام؟ قال لي هنقول جي 00 هتروح لاكس، اكس بكام؟ ب40، بس واي بكام بقى في الحاله دي؟ ب30. بعد ما تروح للنقطه دي يا اولاد هديها امر الروتيت، وبعد كده خليها تغرز، وبعد كده تبدا تشكل لي الايه؟ المنتج. الخطوات دي ثابته. يبقى بعد النقطة دي على طول هديها امر الروتيت، هقول لها G01 انزلي لي زد بكام؟ بسالب 3، والفيد بتاعتي ب200. خلاص هي كده انا عملت ايه؟ عملية غرز للعدة داخل المنتج. انا كده عملت عملية غرز للعدة داخل الايه؟ داخل المنتج. قلت لها G01 بالفيد كام؟ 200. ما اصل ما ينفعش تحط G01 الا لما تحط الفيد بتاعتك جنبيها. يعني ايه الفيد يا ميس؟ يعني التغذية. انا عمري ما بمشي وبقطع في الشغلة الا لما لازم ادي قيمة تغذية للعدة عشان تقطع بيها. هي العدة هتقطع ازاي غير لما تعرف سرعة تغذيتها للريش بكام؟ يبقى ما ينفعش G01 نحطه الا لما احط جنبه الفيد بتاعتي. حلوة قوي. يبقى انا هقول لها امشي بG01
انزلي لي زد زد، يعني هغرزك جوه الايه، جوه السنتر. انا كده بغرز العده جوه الايه، جوه السنتر. طيب بعد ما اغرزها جوه السنتر اخليها تبدا بقى تعمل لي عمليه التشكيل الايه الداخلي. نبص بقى عمليه التشكيل، مسار العده هيمشي ازاي والاكواد المستخدمه هتبقى ايه مع بعضينا على الشاشه بتاعتنا. تمام، مع بعضينا كده بقى. احنا هنبدأ دلوقتي نمشي مسار العدة بتاعتي. انا همشي من 2 وهروح للنقطة رقم 3، همشي خط مستقيم يبقى همشي بالكود G01. انا همشي فين؟ انا همشي في اكس. هوصل لحد اكس بكام؟ هوصل لحد اكس ب25. يبقى عشان ابرمج الحتة ديت همشي بجي 01 لحد اكس ب25. حلو قوي. هبدأ بقى اطلع من رقم 3 للنقطة 4. انا طالع في دوران مع اتجاه عقارب الساعة. انا طالع في دوران ايه يا ولاد؟ مع اتجاه عقارب الساعة. يبقى انا طالما همشي في دوران مع اتجاه عقارب الساعة يبقى هاخد البارامترز بتاعتي بالكود G02، لان ده حركة العدة في اتجاه عقارب الساعة. طب والبارامترز يا ميس اللي بتصحب هذا الكود اسمها ايه؟ هنقول لازم ادي الاكس وادي الواي وادي الار. لازم ادي بعد الكود ده على طول الاكس بتاعتي بكام، الواي بتاعتي بكام، الار بتاعتي بكام. طب لما ادي الاكس والواي مس اديهم لنقطة البداية بتاعت الدوران ولا نقطة نهاية الدوران؟ بديهم لنقطة نهاية الدوران. يعني ايه يا مس على الرسمة بقى؟ اهي انا همشي من نقطة 3 هطلع للنقطة رقم 4. لما اجي ادي ابعادي ادي ابعاد نقطة رقم 4 مش نقطة رقم 3، النقطة اللي انا هوصل لها. يبقى ابعاد نقطة رقم 4 اللي هي نهاية المنحنى اكس بكام؟ اكس ب40. واي بكام يا ولاد؟ واي قلنا عليها بكام؟ ايوه بالظبط بخمسة. واي بكام عندنا؟ يبقى انا عايزة اعمل الدوران. واي بكام؟ ب45. والار بكام بقى؟ نص القطر ده بكام؟ ب15. يبقى هقول له الاكس 40، الواي 45، الار 15. يبقى انا كده اديت ابعاد النقطة رقم 4 لعمل دوران مع اتجاه عقارب الساعة. طيب انا عايز انزل من 4 واروح على 5. طب من 4 واروح على 5 يبقى انا ماشي بجي 01 لحد ما اوصل هنا. واي بكام يا ولاد؟ واي اقرا واي من على المحور، واي هلاقيها ب15 ما بين العشرة والعشرين. يبقى اقول انا ماشي خط مستقيم. يبقى طالما ماشي خط مستقيم يا ميس انا هقلب من جي 02 اروح لجي 01 عشان انا ماشي خط مستقيم. يبقى انا كده ماشي بجي 01. طيب حلو قوي. انا لقيت في النهايه دي انا طالع دوران تاني، بس الدوران ده مش مع عقارب الساعه، ده عكس عقارب الساعه. طب طالما عكس عقارب الساعه يا ولاد يبقى انا هغير من جي 02 لجي 0 كام؟ لجي 03. ليه؟ لان ده دوران عكس اتجاه عقارب الساعه. طب اخد ابعاد الدوران زي ما قلنا من البدايه ولا من النهايه؟ اسمع ولادي بقى. ايوه من النهايه، برافو عليكم. طيب الدوران ده باخده بكم محور؟ بالمحور اكس والمحور واي، وكمان بيحتاج معايا بارامترز تالت. ايه هو البارامترز التالت؟ الار. يبقى انا دلوقتي اول ما الاقي دوران في وشي الاقي اقول بقى ده محتاج مني 3 بارامترز. ايه الثلاث معلومات اللي هم عايزهم الدوران؟ يحتاج مني قيمه نهايه الدوران في المحور اكس، وكذلك قيمة نهاية الدوران في المحور واي، وأيضا بيحتاج مني نصف قطر الدوران. وقبل ما يحتاج التلاتة بارامترز دول يبقى بيحتاج كود الحركة. العدة واقفة بتقولي انت عايزاني امشي مع اتجاه عقارب الساعة ولا عايزاني امشي عكس عقارب الساعة؟ لو انا عايز العدة تمشي مع اتجاه عقارب الساعة اديها جي 02،
لو عايزها تمشي عكس اتجاه عقارب الساعة اديها جي زيرو ايه 3. وما ننساش ان بعديهم نحط اكس وواي لنقطة نهاية الايه المنحنى، وكذلك نصف قطر الدوران اللي انا بنفذه. تمام يا حبايبي؟ يبقى مع بعضينا بقى نشوف الدوران بتاعنا دوت احنا هنحط ابعاده ازاي. مع بعضينا كده، احنا قلنا الدوران ده احنا هنمشي عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني هشتغل اهو، بص ابعاده هتظهر على الشاشة اهو. يبقى انا همشي عكس اتجاه عقارب الساعة، وهقول ان اكس بتاعته بكام؟ ب55، والواي بتاعته بكام؟ ب30، والار بتاعته هي مستمرة من فوق 15. عايز تكتبها هنا تاني؟ مفيش مشكلة، بس طالما كتبتها مرة هي بتبقى مستمرة معاك تاني. ليه؟ لان انا عندي قانون في السي ان سي يا ولاد بيقول المعلومه فعاله ما لم تاتي لها معلومه جديده. يعني البرنامج بتاعك لو انت هتروح لنفس النقطه بنفس القيمه ممكن ما تكتبهاش تاني. ليه؟ لان المكنه بتقرا الابعاد الجديده وهي اللي بتتنقل ليها، والابعاد اللي هي ما زالت مستمره عند نفس القيمه هي خلاص هي بتبقى خدتها مره والعده موجوده عندها. فهمني؟ فانا عندي ممكن لو انا كاتب ار 15 ممكن مكرر، لو الار بتاعتي اختلفت ممكن في الحاله دي اكررها، ويفضل ليك ان انت تكتبها. كطالب بتتعلم يبقى يفضل ليك ان انت تكتبها. تمام؟ يبقى انا هقول هنا ار كام؟ 15. بعد كده يا اولاد هنبدا نروح من 4 للنقطه رقم كام؟ 1. انا مشيت من دوران خدت بعد كده خط ايه؟ مستقيم. يبقى لازم اغير الحاله بتاعتي من الدوران اللي هو جي 0 ايه 3 للخط المستقيم جي 0 كام؟ جي 0 1. يبقى هقول له جي 0 1 انا همشي في اكس لحد اكس بكام؟ اكس السنتر ده، انزل اجيب بعدها من على المحور اكس الاقي اكس ب 40. يبقى هقول له جي 0 1 لحد اكس بكام؟ ب 40. خلصت؟ انا لازم ارفع العدة. طالما هرفع العدة، العدة بتاعتي يا ولاد لما ارفعها هتكون بتقطع ولا مش هتكون بتقطع؟ انا دلوقتي العدة جوه الشغلة وهبدأ ارفعها من الشغلة، في الحالة دي طالما رفعتها هتقطع ولا هتخرج بدون قطع؟ هتخرج بدون ايه؟ بدون قطع. طب ايه الامر اللي حضرتك قلت لنا عليه ان العدة تخرج من الشغلة بدون قطع؟ الامر اللي بيمشي العدة في اي مكان بدون قطع هو الامر جي 0 0. يبقى انا دلوقتي هديها جي 0 0، هتخرج في انهي محور؟ هل في محور اكس ولا واي ولا زد؟ طالما عمودي نازله تقطع، لما كانت بتنزل تقطع كنت بنزلها في المحور زد، لما خرجها من الشغله يبقى هتخرج في نفس المحور زد، ولكن الاشاره حبايبي هتختلف. وانا نازل جوه الشغله اشارتي سالبه، زد سالبه، وانا خارج بره الشغله اشاره موجبه، زد ايه؟ موجبه. تمام؟ يبقى انا دلوقتي هديها الامر جي 0 0 واخرجها بره الايه؟ بره الشغل. اخرجها بقيمه قد ايه؟ زي ما قلت لك اي قيمه موجبه، اهم حاجه تكتب القيمه بتاعتك باشاره موجبه. تمام؟ يبقى اقول لها جي 0 0 وادي زد، وادي قيمه للزد بقيمه ايه؟ موجبه. كده انا خرجتها، بعد كده اديها جي 0 0 تروح لمكانها الاساسي، لإكس بزيرو واي بزيرو وزد بإيه؟ بزيرو. وبعد كده أقفل البرنامج وأقفل الإيه؟ المكنة. أقفل البرنامج بإيه؟ مش أنا كنت مشغل العدة وبتدور؟ أنا عايزة أوقف العدة بقى بعد ما خرجتها ما تدورش، أديها إم 05 بدل إم 06، أديها إم 0 كام؟ 5. ده أمر إيقاف العدة وعدم الدوران. وأقفل البرنامج كله للمكنة بإيه؟ بام 30. نشوف بقى الخطوات الجميله دي على البرنامج بتاعنا. ماشي؟ بص كده على الشاشه اهو، انا هبدا اخرج العده بتاعتي. يبقى انا عندي دلوقتي العده بتاعتي هتخرج، هقول لها جي 0 0 زد بكام؟ زد ب 10. انا كده خرجت العده بتاعتي بره. طيب نبدا بعد كده نقول لها جي 0 0 روح الاكس ب 0، روح الواي بايه؟ لواي بزيرو. كده انا وديتها لنقطة بيتها الاساسي، البيت بتاعها اللي انا جبتها منه عشان تشتغل، انا وديتها للنقطة بتاعت بيتها مرة ايه؟ مرة تانية. وبعد كده يا ولاد هبدأ اقفل الايه؟ اوقف دوران العدة بام 05، تدور العدة حضرتك بام 06،
توقف دوران العده بام 05. طب وبعد كده انهي البرنامج الجميل بتاعنا بام 30. تمام يا حبايبي، النهارده احنا كده بقينا مبرمجين لماكينات تفريز تحكم عدد. احنا خدنا برنامج جميل وبسيط وعرفنا من خلاله ازاي اعمل اعداد للماكينه بتاعتي، ازاي احضر الابعاد واقول لها انت شغال مطلق جي 90، شغال بالمليمتر جي 21، ماشي في خط مستقيم بجي 01، ماشي في دوران مع عقارب الساعه جي 02، ماشي في دوران عكس اتجاه عقارب الساعه جي 03، عايز تدور العده ام 06، عايز توقف العده ام 05. الحاجات ديت يا ولاد حاجات شيقه جدا وجميله وهتخليك مبرمج جميل، بس انت اتدرب على الاكواد بتاعتك كويس قوي، اعرف تطلع ابعاد الشغله بتاعتك قوي. راجل مبرمج سي ان سي، ابعاد واوامر. تمام، وبكده حبايبي احنا وصلنا مع بعض نهايه حلقتنا الجميله. اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.